السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. دعما للمبادرة التي أطلقها راديو صوت العرب من أمريكا بتعزيز قيمة كلنا عباد الله، وتأكيدا على حرمة أماكن العبادة وتحريم استهدافها لدى كل الأديان قاطبة، أضم صوتي لأصوات ملايين المسلمين من أمريكا وحول العالم لنجعل هذا الشهر الفضيل منارة ومنبرا لترسيخ قيم التسامح والتعايش والتآخي بين أتباع الأديان كلها على اختلافها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم.